بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ والزميل الكابتن خالد ياسين وأيضا لضيوفك الكرام. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان إنما كنتم تحية طيبة نأتيكم هنا من خلال إياب نصف نهائي كأس الملك لموسم 2017-2018، اللقاء الذي يجمع ما بين فالنسيا هنا خفافيش المستاية أمام برشلونة من خلال هذه المباراة الكبيرة، لقاء الذهاب كما نعلم تقدم من خلال برشلونة هناك في الكامب نو منتخب المحاولة، يجب أن يسجل مبكرا، تسديدة كانت من الفرنسي كوكالي لكنها وصلت إلى الهولندي سيليسن حارس مرمى لويس سواريز، خطورة موجودة يحاول يمر جوميز لكن أيضا توقف خلاص. إذا قدامك ميسي يعني شو ميسي 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 عدى راح خذوا هات، لكن بوتياغو الكرة العالية الله، والتدخل الذي كان حاضرا من اخوامي حارس هل يسدد لا يمرر الكرة العرضية تغير اتجاهها الى تصير اثنين يسجل فالنسيا اثنين افضلية تسجيل هنا برشلونة نعم ربما لكن هذه فرصة محاولة والكرة بعد ذلك بوجود لا في الجهة اليسرى جاية الكرة العالية رأسية الله يا سلام على الكرة الماضية فالنسيا الكرة العرضية العمل على الكرة جودة لا زالت حاضرة الكرة في الجهة اليمنى عرضية وين بعيدة تماما إلى خارقي أنت اللي جبت في عرضية الملعب كانت الأمور ممتازة عرضية لكن بخاطئة من أندريا عادت الخطورة هدف أول ربما بعد ذلك يتدخل سيرجيو بوسكيتش أبو كل ذلك حاضرة وبعد ذلك العودة تأتي من لاعبي برشلونة لمصلحة ميسي يحاول ميسي يسدد ميسي الله على تسديدة ميسي في اللقطة الماضية لكنها إلى خارج أرضية الملعب أحد الحلول التي من الممكن أن يسدد من خلالها كل أفضل من فالنسيا لكن الخطورة على أرضية الملعب غيتويا يحاول لازالت لديه الكرة يتوغل يلعب الكرة العرضية موجود الكل يترقب الكرة موجودة لكنها تصل حاضرة عن طريق إنييستا كرة ممتازة ميسي تدخل لحارس المرمى لكن الأمور عادية طبيعية وميسي أن يراه أسبوعيا لكن نتحدث ميسي ميسي ماذا تريد لدى ميسي الكرة عرضية لا المحاولة في الجهة اليسرى سواريز يسدد أرضية لكنها وصلت سهلة إلى حارس المرمى إخوان الله على تمريرة الله على فرصة هل يسجل كرة كوندوغوبيا كاد أن يفتتح التسجيل بعد التمريرة غاية في الروعة من فرانسيس كوكالين وصلت إلى زمن واعتقد مشاهدين بأن ألبرتو ماينكو أنهى شوط اللقاء الأول الذي لم نرى فيه الكثير ما بين فالنسيا وما بين برشلونة ليستمر التعادل السلبي. شكرا للزميل خالد ياسين عودة مجددا. إذا ما حدث في الاستوديو التحليلي نعم إنه أندريا جوميز هو الذي يغادر أرضية الملعب اقتنع فيه ب 45 دقيقة واعتقد لربما ملزوم على لعب المباريات أندريا جوميز يعني تراها أندريا جوميز هنا لدينا الكرة لمصلحة ميسي المحاولة رودريجو أخطر رجال الخفافيش تسديدة قوية صدت ريوتيتي تحولت إلى ركلة زاوية سيكون العمل شوف الآن الركنية الثانية في المباراة رأسية لكنها لقب الثاني لويزو ماذا يفعل الله كوتينيو يسجل أول أهداف برشلونة بل في جراي عدد مرة أخرى لمصلحة ميسي لازال الله غونزالو غوليس تسديدة موجودة لكن حولت إلى ركلة زاوية ثالثة لمصلحة فالنسيا لكن أيضا بيكي حارس بوت الكرة العالية رأسية خطيرة لكنها تبعد تعود الله على تسديدة غونزالو غوليس مسجة أو هذا مين جهة اليمنى محاولة ميسي الله على الكرة جوردي المطالبة برد
ركلة جزاء لكنها تحولت إلى ركلة زاوية هي الأولى لفرنسيا. هل يسجل هدف التعادل؟ على أقل تقدير الكرة الرأسية ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. الأمامية الممتازة خطيرة تسدد لكنها وصلت إلى سلسل. ما أدري عن الإحساس. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.